عليكم حبيبتي الغالية، تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، كي دايرين مع الصحات؟ وحشتكم بزاف. تنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة الإخوان والأخوات. المهم الحبيبات ديالي، جيت نشارك معكم واحد الوصفة. حبيبتي الغاليات، اليوم جيتكم بعلاج للسمنة بالنسبة للأخوات والإخوان اللي كيعانيو من السمنة المفرطة او اللي كيعانيو من زيادة الوزن وباغيين يضعفوا. جيتكم بهذا العلاج لحرق الدهون الزائدة اللي تيعاني منها بزاف ديال الاخوات والاخوان، وهذا العلاج تيتكون من مكون واحد فقط لا غير، وهو المورينغا او شجرة البان او الشجرة السحرية، او فحال اللي كيسميوها بزاف ديال الناس او شجرة الحياة، عندها عدة اسامي. والمورينغا راه هي معروفة عالميا، المورينغا اللي هي هذه مطحونة يعني بودر على شكل مسحوق، وكاينة هنايا عندي باش نوريكم الورق ديالها. ها هو فحال الشكل ديال الحناء الورق ديالها، انا كنشريها خضراء، تنشريها على شكل ربيطة فحال مثلا الربطة ديال النعناع او الربطة ديال المعدنوس او البقدونس، وكنشدها يعني وتنشفها او تنيبسها في الظل. وهاد العشبة هادي عندها عدة اسماء، كاين اللي كيقول لها شجرة البان وراه هي مذكورة في القرآن شجرة البان، وكاين اللي كيسميها شجرة الحياة، وكاين اللي كيسميها شجرة المعجزة، وكاين اللي كيسميها المورينغا. دونك الحبيبات ديالي غادي نذكروا فوائد ديال المورينغا. المورينغا قلت لكم اغلبيه كتواجد في الموطن ديالها الرئيسي هو الهند، اول بلاد نضت فيها هي الهند. دونك الحبيبات ديالي، هاد المورينغا عندها عدة فوائد في تخصيص الوزن وحرق الدهون والتخلص من الكرش، وكتعالج حتى داء السكري، ماشي كتعالجو ديفينيتيفمون ولكن يعني كتقاد مستوى السكر في الدم. هاد المورينغا كيشربها الزوج ديالي لانه تيعاني من داء السكري، وحتى الوالده ديالي كتعاني من داء السكري كتاخذ مورينغا. المهم انا غادي نشرح لكم الطريقه ديال الاستعمال، وغادي نشرح لكم الفوائد ديال هاد المورينغا، ولا بغيتو يعني تاخذوها نوريكم الاماكن اللي كتباع فيها. دونك الحبيبات ديالي، مورينغا عندها عده اسامي. هاد الورق هذا اللي غيعالج لينا الوزن الزائد وغيعالج لينا، الا خديتو المورينغا بشكل منتظم يعني ما غاداش تبقى عندكم ديك السمنه المفرطه، وحتى الناس اللي كيعانيو من الشيخوخه المبكره اللي يلاه كينوضوا ليهم دوك بحال كنقولوا دوك التجاعيد او لي غاد، يلاه كيبانوا لهم لي غاد في الوجه ديالهم، راه مورينغا عندها كتحتوي على مضادات للأكسدة. ووفقا لبعض الأبحاث الأمريكية، أن نبات المورينغا أو المورينغا أو شجرة البان أو شجرة الحياة أو الشجرة السحرية، كل واحد كيفما كيسميها، غنية بعدة فيتامينات مثل الكالسيوم والحديد وفيتامين أ وفيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين بي 6، وغنية كذلك بفيتامين بي 3 وبي 2 وبي 1 وبي، وكتحتوي المورينغا على مضادات الأكسدة. غادي نقول لي سناء فين كتباع هاد عشبة المورينغا أو شجرة البان؟ كتواجد في بعض المدن الجزائرية، وكذلك كتواجد في بعض المدن المغربية، وكتواجد هي الا قلبتوا عليها غادي تلقاوها، ولا ما لقيتوهاش غادي تاخذوها على شكل كبسولات، راه كتباع في الكارفور او الكاريفور، كتباع مورينغا يعني على شكل كبسوله. غادي نخلي لكم التصويره هنايا باش تشوفوا الكبسولات ديال المورينغا او شجره البان. دونك الناس اللي ما عندهمش حق ياخذوا عشبه المورينغا هما الناس اللي عندهم الحساسيه، والنساء الحوامل، والناس اللي كيعانيو من مشكل ديال ضغط الدم او الطونسيو فحال اللي كنقولوا، ما ياخذوش عشبه المورينغا. حبوباتي الغاليات، هانتوما عندي كيلو ديال المورينغا، شريتها على شكل فحال قبيطه النعناع فحال هكذاك، ونشفتها في الظل، ومن بعد طحنتها بآله كهربائيه حتى حصلت على هاد المسحوق هذا ديال المورينغا.
ها هو راهي الشكل ديالها البنات بحال الحناء، وحتى المذاق ديالها باش كتاخدوها على شكل شاي ساخن او كتاخدوها غير مع الماء، او تتاخدو 5 ديال الوريقات ديال المورينغا وكتلوحوهم في السلطة ديالكم، يعني في لاصالاد، في لاصالاد كتاخدو كتلوحو فيها 4 ديال الوريقات بحال هكذا، تتاخدو 4 ديال الوريقات لا غير او 5 وكتلوحوها في السلطة. غادي ندوزو لطريقة الاستعمال ديال العشبة ديالنا ديال المورينغا او شجرة البان او شجرة المعجزة. غادي ناخدو معلقة صغيرة بحال هادي، وغادي نتاخدو بحال هكا مسحوق ديال المورينغا بحال هكا مطحونة، وغادي نديروها في كأس ديال الماء بحال هكدا، وغادي نخلطوها مزيان مزيان بحال هكدا حبيبات ديالي، وتاخدوها قبل ما تنعسو، يعني قبل ما تنعسو ما تكتروش منها البنات، خذوها بشكل منتظم مره واحده في النهار، تاخذوا معلقه صغيره وديروها في كاس بحال هكذا وتشربوها قبل ما تمشيو تنعسوا قبل النوم. دونك الحبيبات دياولي هذه هي طريقه ديال الاستعمال ديال المورينغا، وتقدروا تاخذوا عاوتاني الوريقات وديروهم على شكل شاي، يعني تسخنوا الماء طيبوه وديروا وريقه ديال المورينغا او وريقه ديال شجره البان وتشربوهم على شكل شاي على شكل اتاي في الاسبوع الاول اللي خديتوها فيه، غادي يبان لكم الفرق. واللي ما رطاهاش ياخذها من الكارفور، راه كتباع على شكل كبسوله، يعني هذا المسحوق دايرينه في كبسولات، غادي نخلي لكم لا فوتو ديال الكبسوله ديال المورينغا. ولا ما لقيتوهاش كاع خذوها من شي سيت، يعني الناس اللي ما كتواجدش عندهم في المدينه ديالهم راه كيتباعوا في لي سيت. عندي واحد الصديقه ديالي من مكناس، الاخ ديالها كيعاني من داء السكري، ودائما كدي ليه المورينغا من هنا من اسبانيا، حيت ما كتواجدش، قلبوا عليها في مكناس وما لقاوهاش، ما كتواجدش نهائيا في مكناس. هادشي تنعاودو لكم تقريبا هادي شي عامين شي سنتين هكذاك. وشنو دارت؟ خضات ليه المورينغا شجره، خضات ليه الزريعه ديال المورينغا، وداتها زرعتها في واحد الجرده ديالهم في مكناس، ودابا الاخ ديالها راه عنده مورينغا. هذه هي الوصفه ديال اليوم او العلاج ديال اليوم لانقاص الوزن الزائد او لعلاج السمنه. والحبيبات ديالي لازم من الاكل الصحي، تنقولها ونعاودها، لازم من الاكل الصحي تساعدوا شويه الجسم ديال تساعدوا شويه الجسم ديالكم بالاكل الصحي. شكرا حبيبتي الغاليات، تنتمنى يعجبكم لا فيديو ديال اليوم، شكرا جزيلا جزيلا. ما تنساوش دعموني بلايك والبارطاج مع العائله ومع الاصدقاء، وعلاش لا ديو الاجر مع الناس اللي تعانيوا من السمنه او من داء السكري، علاش لا يعني تبارطاجيو معاهم هذا الفيديو باش يستافدوا دائما. وباي باي عليكم حتى الفيديو مقبل ان شاء الله. بوسه كبيره لكم، بوسه كبيره لكم بحال دائما حبيبات ديالي، كنحماق عليكم وراكم في القلب الكبيرات ديالي، تنتمنى دعموني بلايك وبارطاج مع العائله ومع الاصدقاء. باي باي.